السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنجدد مع بعض بشكل بسيط قوي الترابيزة بتاعتي دي قديمة، وزي ما انتوا شايفين الولاد مقشرينها وعاملين فيها البدع. بس استنوا قبل ما نعمل اي حاجة، حابة اقول لكم ان يوم الخميس 23/2 هتكون قناتي بقالها سنة على اليوتيوب، قناة سنسونة سلوى. فحابة اليوم ده يبقى مختلف، اعمل فيه حاجة ما عملتهاش قبل كده. فلو عايزين مثلا نعمل بث مباشر او نعمل اي فكرة الفيديو تكون مختلفة، رأيكم يهمني جدا يا احلى متابعين في الدنيا. سيبولي رأيكم في الكومنتات وانا ان شاء الله هاخد برأي الاغلبية، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. الستيكر دي اهو، الستيكر ده بيتباع في اي مكان. انا كنت جايبة نفس الشكل ده ومغلفة بيه التلاجة ومغلفة بيه حاجات كتير عندي. صراحة الفكرة بسيطة ومش مكلفة خالص، بس علشان انا هحطه على الترابيزة هبقى محتاجة حاجة تحميه. طبعا انا لو حطيته كده الولاد هيجوا يقطعوه او يرسموا عليه برضو. فجايبة اللي هو الجلاد بتاعهم، جلاد الشفاف بتاع المدارس، بيبقى نفس فكرة الاستيكر ده بس شفاف، بيعمل طبقة حماية على الاستيكر. كل اللي انا هحتاجه، الفكرة بسيطة جدا، اللي انا هجيب الاستيكر بتاعي اهو وهقصه على قد ما انا عايزه. طبعا احسن حاجه اللي انا هعمله بالطول، علشان لو عملته بالعرض هضطر احط كذا واحد كده فوق بعض وهيبقى شكلها مش حلو. هقصه بالطول على قد الترابيزه، هقصه حوالي 3 من دول كده وارجع لكم. دلوقتي انا قصيت اهو بشكل مبدئي، حطيته عليه بشوف كده المقاس مظبوط ولا لا. وكل اللي انا هعمله اللي انا هشيل الطبقة اللي هي بتلزق ديت وابتدي الزقه بالراحة جدا على كل الترابيزة. وده شكلها قبل، تعالوا نشوف بقى شكلها بعد هيبقى ايه. ممكن احتاج عندي اي كارت زي كده وانا بشيل اللزق من عليه، اعمل الحركه دي علشان لو في اي هوا كده ولا حاجه يبقى ملزوق حلو من غير ما يكرمش. شايفين اهو بمنتهى السهوله جدا يتلزق معايا. لسه الحته دي انا كده خلاص خلصت الايه الطبقه بتاعه الاستيكر دي. وانا دلوقتي فكرت في حاجه، بما ان الترابيزه دي احنا بناكل عليها، عارفين المفارش اللي هي بتاعه الكيك دي، المفرش مفرش كده ورق بسيط قوي، انا حابه احط 4 مفارش هنا من هنا، 4 اشخاص بنقعد على الترابيزه دي. ده اللي انا عايزه احطه، ادي المفارش اهي. عايزه بما اني هلزق عليها لسه الجلاد بتاع الاولاد، فهي هتكون هتلزق على الترابيزه وتعمل شكل حلو. لما اجي احط الاطباق احط لكل واحد على المفرش ده. خلاص اخر حاجه انا جاهزه ان انا احط اللي هو الجلاد بتاع الاولاد اللي هو الطبقه الشفافه دي. هبتدي برده اشوف المقاس بتاعها قد ايه، هحتاج كام واحد، وهبتدي الزقه على الحاجات دي. الشفاف ده بقت محمية وحلوة جدا زي ما انتم شايفين، طريقتها سهلة. اتمنى الفكرة البسيطة دي تكون عجبتكم، واللي عايز افكار اكتر هيظهر على الشاشة دلوقتي 4 فيديوهات، روحوا شوفوهم. مستنية رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة.